هو اسبوع الاستعداد ده ايه معنى؟ بنلم الثبوت والحل. يا سلام على فزلكه الكنيسه، انت بتشم حاجه. اللي اختبر قوة الصوم بيحط فوق الصوم صوم. ليه؟ لأن في الصوم أنت بتطلع لفوق جدا. الصوم والصلاة يخليك ترفرف تطلع فوق. بعد الأصوام تلاقي معدتك قلت كشت وكلامك قل أوتوماتيك، بركات صوم. وحاجة تانية، الشيطان يعمل لك مليون حساب وجاي يحارب. ليه؟ لان انت بقيت كتله نار متحركه اسمها كتله الحب الالهي، يخاف منك. الشيطان بيخاف من الناس اللي بيحبوا المسيح لانه طالع منهم اشعاعات نور، اشعاعات رايحه راجعه، يخاف. في ناس بتصوم بلا حب، مش واعيه ولا تفرق مع ابليس، وبتحضر اداديس وبتتناول عادي خالص، متعود. لكن في واحد تاني صايم بوعي وبيصلي بوعي وبيقرا انجيل بوعي وبيحضر قداس بوعي، ده يخوف، ده الشيطان يخاف منه ويخرج. انت مزعج لابليس. صلي من اجل كل القيود اللي انت متقيد بيها، تحكش على نفسك. حط النهارده قول الصوم ده انا مخصص اصلي اكتر، اقرا الانجيل اكتر، ارفع يا رب مني الكسل. صوم من اجل ان الله يعطيك نصره على الكسل، صوم من اجل كده، صوم من اجل تبطيل كل عاده، صوم من اجل انك تقفل كل سيطات وحشه، صوم من اجل الشلاليه، عندك شلل كتيره او بتزعجك. التزم، اقعد في مخدعك اكتر، خلي صومك ليه معنى. تلاقي الصوم عدى تقول ايه؟ ما زمان يقول لك ياه عدى بسرعه، فالناس يسمعوهم يضحكوا، عدى ايه يا عم ده انا قوليني فرقعه. انت كل اللي مركز فيه قولونك، قولون قولون قولون، بركه القولون تحل علينا. مش مع الشعب كله بقى قولون عنده بايظ، كله بقى باظ القولون، والقولون باظ. فجاه تسمع كلمه القولون دي بقى كده يعني كده، قال يعني الاكل الفطار ما بيتعبش القولون، حاجه عجيبه جدا. لك لا 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 لا، بقى بيتعب القولون، ادرس هتلاقيه بيتعب القولون. انشغل بقلبك، انشغل بحبك ليه، الصوم هيختلف. كنت النهاردة تريد أنك تختبر أن الصوم قوة تحرير، لابد أن تعرف أن الصوم هو مفتاح الحب لي. قف أمامه وأعلن حبك لي، امتنع عن كل أمور كتير أوي أوي. بعد كده تلاقي أنه قالوا له احنا ليه ما عرفناهش نخرج هذا الجنس؟ قال لهم هذا الجنس لا يخرج بشيء الا ايه؟ بالصلاه والصوم، بالصلاه والصوم. ده شيطان تقيل، بتخوفوش الا بالصلاه والصوم. ريحه الصوم انت ما تشمهاش، الشيطان يشمها يترعب. الصوم ليه ريحه، الصوم ليه ريحه تزعج ابليس، والاكل ليه ريحه ما يزعجوش. ليه؟ الشراهة اكل، في فكره، في حكمه، كنيسه عملتها كده. من فضلك اتدرب على الاربع حاجات دولت، اتدرب على الصلاه اللي هي مفتاح حب، اتدرب على الصوم اللي هو مفتاح حب، اتدرب على قرايه الانجيل اللي هو علاقه حب، كلام الحب ليك، اتدرب على ترديد اسم يسوع، اتدرب على التناول كتير اللي هو العشق. حياتك هتتنقل نقلة تانية على كل المستويات، مستوى العملي ومستوى العلمي والمستوى الاجتماعي والمستوى المادي وكل حاجة. أنت شخص مختلف تحت قيادة الروح.